ناخذ هذا المتصل. السلام عليكم، السلام تفضل اخي من عليكم. السعوديه. من السعوديه، تفضل. عليكم السلام ورحمه الله، تفضل اخي. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. اهلا وسهلا. عندي استفسار، يعني السيده فاطمه عليها السلام لا 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 حينما أعتذر. غضبت. اخي 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 اعتذر، انا الذي عندي استفسار، انا الذي تفضل. عندي اسئله، انا المتشيع، انا المتشيع. سؤالي هو، نعم، تفضل في اسال كتب، انت. نعم، في كتب السنة أبو بكر كاذب آثم غادر خائن فاجر ظالم وفي النار عند علي والزهراء. فسؤالي هو، لماذا أمير المؤمنين لم يبين للزهراء أن أبو بكر اقرأ، بالفعل لا بس يرث؟ دقيقة، أنت الآن كذبت. اقرأ الحديث اللي أبو بكر كاذب آثم غادر خائن. تفضل يلا اقرأ الحديث. ليش الكذب هذا؟ اقرأ نص الحديث. هذا أمامك، صحيح مسلم؟ اقرأ نص الحديث، أبي أسمع بحلقك. هذا تفضل. قال عمر: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال أبو بكر: اقرأ أنا ولي الرواية من رسول الله. البداية، من البداية، من البداية، لا تبتر، لا تبتر. مالك بن أوس حدثه قال: أرسل إلي عمر بن الخطاب فجئته حين تعالى النهار، قال: فوجدته في بيته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله، متكئا على وسادة من أدم، فقال لي: يا ماله، إنه قد دف أهل أبيات من قومك، وقد أمرت فيهم بردخ، فخذه فقسمه بينهم. قال: قلت: لو أمرت بهذا غيري. قال: خذه يا مال. قال: فجاء يرفع، فقال: هل لك يا أمير، هل لك يا، أعوذ بالله، استغفر الله، هل لك يا عمر في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد؟ فقال عمر: نعم. فأذن لهم فدخلوا، ثم جاء فقال: هل لك في عباس وعلي؟ قال: نعم. فأذن لهما، فقال عباس: يا عمر، اقضي بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن. فقال القوم: أجل. هذا من القائل، يا من عمر، القائل لمن؟ هذا لا يهمني، من هذا القائل؟ هذه كتبكم. هذا عباس قال لعلي، إذا عباس يرى أن أمير العباس المؤمنين قال لعلي. كاذب جميل، آثم غادر أكمل، خائن. يلا تفضل. قال: يا عمر، فاقضي بينهم وأرحهم. فقال مالك بن أوس: يخيل إلي أنهم قد كانوا قد قدموه لذلك. فقال عمر: التائدة، أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ قالوا: نعم. ثم أقبل على العباس وعلي فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ قال: نعم. الآن السؤال: لماذا أمير المؤمنين يعلم أن أبو بكر يعلم أن رسول الله لا يورث، ومع هذا ذهب يطلب ميراثه من أبي بكر؟ ممكن تجيب؟ أكمل أكمل حتى أكمل. الرواية، أكمل. لا 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 لا، أكمل نعم لا لا لا، الآن أكمل هنا الرواية. أنت أجبني كذبت أجبني قبل قليل، أجبني كذبت، قلت أجبني. أن أبو بكر كاذب آثم غادر. أكمل الرواية، لا تغير الموضوع. جيد تفضل. جيد جيد. فقال عمر: إن الله جل وعز كان خص رسوله صلى الله عليه وآله بخاصة لم يخصص بها أحدا غيره. قال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، ما أدري هل قرأ لآخر يقول: فقسم رسول الله بينهم أموال بني النضير، فوالله ما استأثر عليكم ولا أخذها دونكم حتى بقي هذا المال، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله يأخذ منه نفقة سنة ثم يجعل ما بقي أسوة المال. ثم قال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. ثم نشد عباسا وعليا بمثل ما نشد به القوم: أتعلمان ذلك؟ قال: نعم. قال: فلما توفي رسول الله، قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله، فجئت ما تطلب ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها. فقال أبو بكر: قال رسول الله: ما نورث ما تركنا صدقة. فرأيت ما هو كاذبا آثما غادرا خائنا، والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق. ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله وولي أبي بكر، فرأيت ماني كاذبا آثما غادرا خائنا. هل تريد أن أكمل؟ يعني الآن علي بن أبي طالب لم يقل لأبي بكر، صح؟ كيف لم يقل لأبي بكر؟ لم أفهم الرواية. عمر قال حينما رأى العباس وعلي بن أبي طالب صارت يعني مشكلة بينهم، فعمر بن الخطاب ألزم العباس، قال يعني: فرأيتما أبو بكر كاذب آثم قادر خائن، والله يعلم أنه لبار راشد تابع صادق، إلى آخر الرواية. نعم. بار راشد صادق تابع، نعم، للحق. فلما توفي أبو بكر فأنا فرأيتماني كاذبا، والله يعلم أني لبار راشد، إلى آخر الرواية. أين هو فعمر الكذب؟ لم يقر أنت اتهمتني أن بالكذب، أبو أين هو بكر الكذب؟ كاذب. أعطني فرصة، بس أعطني فرصة إذا تسمح. فعمر قاعد إيش يلزم العباس، يعني يا العباس إذا طعنت في
علي فأنت تطعن في أبو بكر، وإذا لم يعني علي لم تكن أين هو الإلزام؟ فأبو بكر أين هو الإلزام؟ أين هو الإلزام؟ أين هو الإلزام؟ هو في قول عمر، في قول عمر فرأيت ما هو كاذبا هاثما غادر خان، والله يعلم أنه لبار راشد صادق تابع للحق. نعم، ماذا قال أمير المؤمنين حين سمع هذا الكلام من عمر؟ هل كذبه؟ هل أقره؟ تفضل. أقره لأنه لم يقل ولا شيء. خلاص إذا أقره. علي بن أبي طالب يرى أبو بكر كاذب آثم غادر خائن. يا أخي اقرأ الرواية. الرواية أمامك. الرواية أمامك. اتهمتني بالكذب. اتهمتني في الأول بالكذب، فطلعت الرواية كما أنا قلت ولم أكذب والحمد لله. وأنت الآن حينما انحصرت قلت حاها. نحن هنا لا ننصر الدين بالحاها. عندك دليل قدمه. الآن سؤالي الذي طرحته في هذه الحلقة، لماذا أمير المؤمنين عليه السلام يعلم؟ أتعلمان أن رسول الله قال لا نورث ما تركنا صدقة؟ قال نعم. علي والعباس يعلمان أن رسول الله لا يورث كما يقول الحديث، فلماذا ترك الزهراء عليه السلام تموت وهي غاضبة ساخطة على أبو بكر؟ لماذا لم يبين لها أن بالفعل رسول الله لا يورث؟ تفضل أجبني. الآن فاطمة غاضبة على أبو بكر. قلت لك لماذا أمير المؤمنين ترك الزهراء تموت وهي غاضبة على أبي بكر؟ لماذا تركها؟ لماذا لم يبين لها الحقيقة ويقول لها لا تموتي وأنت غاضبة؟ يعني تبطل. علي بن أبي علي بن أبي طالب خذل بنت رسول الله ولم ينصرها. والله مصيبة مصيبة. والله مصيبة صراحة مصيبة. أي والله هذا فهمك أنت بعقيدتك أنت. هذه عقيدتك أنت، كتبك أنت هي التي تقول الزهراء ماتت وهي واجبة غاضبة. إذا تبيها بعقيدتي فعندي السيدة فاطمة ليست معصومة. نعم ليست معصومة. ليس معصومة. نعم. وعمر نعم. ليس نعم. نعم 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 السيدة فاطمة ليست معصومة. أنا قلت معصومة عندكم، أنا لم أقول معصومة. السيدة فاطمة متهمة مثل أي امرأة. عادي جدا. جيد جدا. الزهراء ليست معصومة يا سيدي، فلماذا أمير المؤمنين لم يبين للزهراء؟ تفضل أجبني. أجيبك فاطمة حتى عندك ليست معصومة وأعطيك أدلة. أجبني يا أخي. عندي ما عندي معصومة لا يهمني. أنا طارح موضوع سني، أنا متشيع، أنا لست شيعي أبا عن جد، أنا متشيع. عندي مصيبة في كتبي في البخاري، أريد جواب. لماذا أمير المؤمنين لم يبين للزهراء؟ تفضل مكرم معزز أخي الحبيب أجبني. أنا قلت لك إذا تبي على العقيدة السنية فعندي السيدة فاطمة سلام الله عليها ليست معصومة، وحتى عندك ليست معصومة، وأنا مستعد أعطيك الآن رواية صحيحة. جيد 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 جيد. ليست معصومة. أنا لا أتكلم في العصمة. هل أنا قلت أن الزهرة معصومة والعياذ بالله؟ أنا لم أقل أي شيء. أنا قلت لك لماذا أمير المؤمنين لم يخبر الزهرة، لم يبين للزهرة؟ تفضل أجبني للمرة الثانية. ستبقى لك مرة واحدة أقطع عليك الاتصال. أنا زقزق لا أحبه. تفضل. هذا إذا قطعت الاتصال فأنت الآن تعبر أنك محسور. نعم 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 نعم. واضح. أول شيء واضح لكل عاقل من له عقل من هو المحصور الآن. الآن سأطرح عليك السؤال لآخر مرة، لماذا أمير المؤمنين لم يخبر ويبين للزهراء سيدة نساء العالمين أن رسول الله لا يورث؟ فلماذا ترك زوجته تموت وهي غاضبة على الصديق أبو بكر؟ للمرة الأخيرة سأفتح عليك الخط، إذا لم تجيبني أعتذر، قل هربت، قل ما يحلو لك، العقلاء يفهمون. تفضل أجب. تعطيني حق الرد ما تقاطعني؟ تفضل أجبني على السؤال. إذا خرج زقزق سأقطع عليك بدون أي شيء. أجاوبك على السؤال بس مو تبيني أجاوبك على تفضل. على اللي أنت تفضل. تبيه أعطني فرصة أنا أجاوبك. أول شيء السيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاها ليست معصومة، وعلي ليس معصوم. فالسيدة فاطمة ظنت أنها ترث ولم تعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركناه صدقة، فهي لم تكذب رسول الله إنما اجتهدت وظنت أنها ترث. فأما بالنسبة أنها غضبت فعادي، النبي صلى الله عليه وسلم عندنا وعندك يقول إنما أنا بشر أغضب وأرضى، والرواية هذه عندك في بحار الأنوار، أيما مؤمن قصلت أو حبوت إلى آخر الرواية.
فاطمة بشر نفسنا. النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فإذا النبي بشر ففاطمة بشر تغضب. لا لا بس دقيقة لا تقعد تسوي الحركات. عطري فرصة الرد. وعندك السيدة فاطمة الزهراء وعندك السيدة وعنده السيدة وعندنا السيدة زيكزاغ لا أريده. قلت لك لماذا أمير المؤمنين لم يخبر الزهراء؟ طالع فوق نزل تحت ذهب إلى الجبل هبط. مع السلامة حبيبي. هذه قناة عندها قواعد. زيكزاغ باي باي. اذهب إلى قناة المحاورين قل لهم أن يتصلوا. أما أطفال مثل هذا لا نريده أخي الحبيب. تفضل أخي أبابيل. نعم أخي الفقار. طبعا حقيقة أنت تسأل بالشام ويجاوب حلب. أنت تسأل عن الإمام علي جاوب فاطمة الإخمع سلام الله عليها. هو يسألك علي بن أبي طالب لماذا لم يخبر الزهراء بأنها لا ترث. قل نسى قل تجاهل قل تعمل. الجواب كلمة واحدة يا رجل. أنت تبرع على فاطمة ليست معصومة يا أخي سبحان نعم. الله يعني أخي الفقار أعطيك مثل عراقي لطرفه عذرا يعني أجلك الله. يقولون سألوا البغل قالوا له من أبوك؟ قال الحصان خالي. يستعر من أبيه يقول الحصان خالي لأنه هو عرف أن البغل أجلك الله والده حمار وأمه تكون فرس. فهو قال الحصان خالي. وهذا نفس الشيء يعني تسأل عن علي بن أبي طالب عليه السلام تقول له لماذا لم يخبر الزهراء؟ أخي أجب بكلمة واحدة أجب بما تعتقد. ما هذه ويقول إذا قطعت أنت هارب. العقلاء يعرفون من هو الهارب. ثلاث مرات أنا أسأله نفس السؤال. نعم نحن لا نخاطب هؤلاء الجهل. نحن نخاطب أهل العقول الذين هم الآن يشاهدون أنكم عاجزون عن هذا الجواب. ماذا سيفعل الآن السني؟ سيفتح الكتب سيفتح ويقرأ. ما هذه المصيبة؟ هذا الفعل أمير المؤمنين لم يبين للزهراء؟ تركها تموت وهي غاضبة على الصديق أبو بكر؟ والذي قال رسول الله فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني. إذن أمير المؤمنين يعلم أن الزهراء إذا غضبت ستغضب رسول الله. فلماذا ترك زوجته تموت وهو يعلم أن رسول الله الآن غاضب؟ لا بل الله سبحانه وتعالى غاضب لأن الله قال أن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك. فلماذا يتركها تموت وهي غاضبة؟ لماذا ولا واحد يتصل ويجيبون على هذا السؤال السهل البسيط جدا؟ الأخوة الذين يسألون من أين كان يتصل هذا يتصل من السعودية بلاد التوحيد. نحن نريد أحدهم من بلاد التوحيد يتصل ويشرح لنا هذه المصيبة. أما فاطمة معصومة غير معصومة؟ أنا والله لم أتكلم في العصمة. هل أنا تكلمت في العصمة أبدا منذ بدأت الحلقة وأنا لم أتكلم عن العصمة؟ لم أقول أن الزهراء معصومة الآن. أنا فقط سؤالي بسيط جدا سهل وظريف. لماذا أمير المؤمنين لم يبين للزهراء؟ فقط. فمن يتصل؟ من يتصل يا عباد الله؟ من يتصل؟